بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة سبح وهي مكية، الصفحة 98. الدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم المكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثويل بن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، ففرد به أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير به، قال الترمذي: وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم قال، ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه. وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به كما رواه الجماعة فالله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي زيد وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زادت عائشة والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدى بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر منها من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني بن أيوب الغافقي حدثنا عمي إياس بن عامر سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وهكذا. ورواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه وكيع. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس الموقوفة. وقال الثوري عن السدي عن عبد خير قال سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى. وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وقوله تعالى الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله تعالى والذي قدر فهدى قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي قدر قدر وهدى الخلائق إليه. كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله تعالى والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى. قال ابن عباس هشيما متغيرا. وعن مجاهد وقتادة ابن زيد نحوه. قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله تعالى سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله تعالى ونيسرك لليسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا إعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضع عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقوله تعالى سيذكر من يخشى أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه ويتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه بل هي مضرة عليه لأن بسببها
يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيموتهم في النار، فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال: فقال رجل من القوم حينئذ: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ورواه مسلم من حديث بشر بن المفضل وشعبة كلاهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد بمثله. ورواه أحمد أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما، ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة، فيرش عليهم من أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العزرمي حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى، قال: من الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس أن المراد بذلك الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد اليلي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ قلت: قد وجهتها. قال: إنما أردتك لهذا. ثم قرأ:
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال أبو الأحوص إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة، فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة في هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكى ماله وأرضى خالقه. ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دامية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويت عن أبي إسحاق عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يحيى بن واضح حدثنا أبو حمزة عن عطاء عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. تفرد به أحمد. وقد رواه أيضا عن أبي سلمة الخزاعي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به مثله سواء. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا نصر بن علي حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى. ثم قال لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن أكرمة عن ابن عباس غير هذا وحديثا آخر رواه مثل هذا. وقال النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى أخبرنا نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى، ولما نزلت وإبراهيم الذي وفى قال وفى إبراهيم لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن هذه الآية كقوله تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال أكرمة فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن أكرمة في قوله تعالى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى. اختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال تعالى: إن هذا، أي مضمون هذا الكلام، لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا الذي اختاره حسن قوي، قد روي عن قتادة بن زيد نحوه والله أعلم. آخر تفسير سورة سبح: ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. تفسير سورة الغاشية وهي مكية، الصفحة الثانية بعد الخمسمائة. قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به. رواه مسلم وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة ابن سعيد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم. قد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقام يستمع ويقول: نعم قد جاءني. وقوله تعالى: وجوه من يومئذ خاشعة، أي ذليلة، قاله قتادة. وقاله ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله تعالى: عاملة ناصبة، أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه. وصليت يوم القيامة نارا حامية. قال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال: فناداه: يا راهب. فأشرف، قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. وقال البخاري: قال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى. وعن عكرمة الصدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك. قال ابن عباس والحسن وقتادة: تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة الحر. تسقى من عين آنية، أي قد انتهى حرها وغليانها، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر من النار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. قال عكرمة:
وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت المقابل بالشبرق يسميه أهل الحجاز الضريعة إذا يبس وهو سم. وقال معمر عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع هو الشبرق إذا يبس سم الضريع. وقال سعيد عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع من شر الطعام وأبشائه وأخبثه. وقوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. لما ذكر خال الأشقياء ثنى بذكر الصعداء فقال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عملها. وقوله تعالى في جنة عالية أي رفيعة بهية في العرفات آمنون. لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عين واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات. قال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسكي. فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السنك عليها الحور العين. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها. ونمارق مصفوفة قال ابن عباس النمارق الوسائد وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. وقوله تعالى وزرابي مبثوثة قال ابن عباس الزرابي البسط وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومعنى مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر هنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر ابن أبي داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرب وثمرة مضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم بن محمد بن مهاجر به. من فضلك تابع بقية المادة.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيب غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تميل للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل، ونبهوا بذلك لأن العرب كانت غالب دوابهم الإبل، وكان شريح القاضي يقول: خرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض، هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ننظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمان في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه منه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقب عن أبي النضر هاشم بن القاسم به، وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس به بطوله. وقال في آخره: وأنبأنا ضمان بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن صغير لها،
ترعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمة، من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني لأسمع لله شأنا. وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا. قال ابن دينار: كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف، وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني، ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره. وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار، أي لست بخالق للإيمان في قلوبهم. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية. وقوله تعالى: إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، وما به كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. ففرد بإخراجه الإمام أحمد. وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هاهما. روي عن أبي أمامة وعنه سعيد ابن أبي هلال. وقوله تعالى: إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم. ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر تفسير سورة الغاشية. ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الفجر وهي مكية. الصفحة 55. قال النسائي: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكم، أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن دثار وأبي صالح عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذ فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد، فعلفت ناقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الفجر فمعروف وهو الصبح قاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وعن مسروق ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة وقيل المراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس وليالي العشر قال هو العشر الأول من رمضان والصحيح القول الأول قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثني خير بن معين عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم وقوله تعالى والشفع والوتر قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر وقاله ابن عباس وأكرمة والضحاك أيضا قول ثامن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن الثائب قال سألت عطاء عن قوله تعالى والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى قول ثالث قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والوتر قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه وقال ابن جريج أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر قول الرابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلم الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول وقال الأوفي عن ابن عباس والشفع والوتر قال الله وتر واحد وأنتم شفع ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب قول خامس قال ابن أبي حاتم
حدثنا أبو سعيد بن أشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد، والشفعي والوتر قال: الشفع الزوج، والوتر الله عز وجل. وقال أبو عبد الله عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في ماذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس: قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. قول سابع في الآية الكريمة: رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج. ثم قال ابن جرير: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير. حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني عن ياشو بن رقبة، حدثني خير بن نعم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفع اليومان، والوتر اليوم الثالث. هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حسين: والشفع والوتر، قال: هي الصلاة المكتوبة، منها شفع ومنها وتر، وهذا منقطع وموقوف، ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة، بعضها شفع وبعضها وتر. هكذا وقع في المسند. وكذا رواه ابن جرير عن دندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حسين. وكذا رواه أبو عيسى التميمي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين به، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة، وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه والله أعلم. قلت: ورواه ابن أبي حاتم، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. هكذا رأيته في تفسيره، فجعل الشيخ البصري هو عمران ابن عصام. وهكذا رواه ابن جرير، أخبرنا نصر بن علي، حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال: هي الصلاة، منها شفع ومنها وتر. فأسقط ذكر الشيخ المبهم، وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة، وهو والد أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي. روى عنه قتادة وابن أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة، وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف، ثم قتله أم الرواية سنة 82 لخروجه مع ابن الأشعث، وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد، وعندي أن وقفه على عمران بن حسين أشبه والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله تعالى: والليل إذا يسر، قال الأوفي عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير: والليل إذا يسر،
حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: والليل إذا يسر إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك والليل إذا يسر أي يجري. وقال أكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر عن كثير ابن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله والليل إذا يسر قال: اسر يا ساري ولا تبيتن إلا بجمع. وقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجر. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البنت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجدائه الشامي، ومنه حجر اليمامة، وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة، من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين برسله جاحدين بكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة التعريف بهم، وقوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا. ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال هاهنا: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة يعني عادا الأولى. قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جليل قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد: كانوا أهل عمد لا يقيمون. وقال العوفي عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العمد لطولهم واختاره الأول ورد الثاني فأصاب ابن جرير بذلك. وقوله تعالى: التي لم نخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها،
وقال: بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم. وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان رجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال: قرأت كتابا قد سمي حيث قرأه أنبأنا شداد بن عاد، وأنا الذي رفعت العماد، وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاح يقاتلون به أو طول الواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا، والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة، أو اسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما، ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله به من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم، وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها، وأن حصباءها لآلئ وجواهر، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أبائر له شردت، فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد هامنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اخترق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.